عيلتنا بخدمة عيلتك. بكل أزمة مرق فيها بلدنا كان لمدرسة مار يوسف مزرعة يشوع بصمة عطاء بتعكس من خلالها المعنى الحقيقي للسعادة، للحب وللخدمة. هالمرة الأزمة شوي مختلفة عن باقي المرات، هالمرة أصعب بكتير، بس إيماننا كبير إنه الرب عطول معنا بالوقت المناسب بالمكان المناسب، وبيبعت لنا الأشخاص المناسبين ليحطوا إيديهم بإيدينا تيصير هدفنا واحد، العطاء. هالمرة كلها مختلفة عن باقي المرات، لأنه المدرسة بعيلتها الصغيرة والكبيرة هي صلة الوصل بين الأيادي البيضة اللي مليانة سخاء ومفعمة من بركات الله ونعمه تعطي وما بتسأل، وبين كل أم وبي قسيت عليهم الظروف والأوضاع المعيشية مش قادرين يكملوا مهمتهم مثل الجماعة المسيحية الأولى. وأكيد بفضل هالأيادي البيضة والقلوب السخية التزمت مدرسة مار يوسف إنه تشارك كل عيلة بحاجة لدعم بوجبة أكل ني، بينفتح للقلب وبتفتح للشهية لأنها مشغولة بحب وبحنية. أصناف متنوعة، أشكال مختلفة وألوان متناغمة، كلها من خيرات الرب المتوفرة ومن كرم القلوب اللي عم بتقدم بالخفا كل شي عم نشوفه بالعلن. وجبات كلها مصفوفة بتأني وبإتقان ما إلن مثيل، وأهم شي مشغولة بحب. ما في أحلى من شعور الحب، حب العطاء. هالناس اللي عم تعطي من مجهودها ومن خيراتها، من وقتها ومن ذاتها، عم تعطي لأنها بتحب، لأنه الحب عندها هو جزء من الوجود ومشعشع حولها مثل الهالة. في ناس بتاخد لأنها عارفة إنها عم تاخد وردة مغمورة كمشة حب وتفاؤل مع كل لقمة أكل. بظل هالأزمة الاقتصادية والغلا الفاحش والأسعار الجنونية، أنتو مستعدين تمدوا مع عائلتنا إيد المساعدة؟ أو أنتو بحاجة لمساعدة؟ بالحالتين ما تترددوا، دقوا باب الدير، باب المدرسة، أو اتصلوا على هالأرقام 70199410 أو 03917429. ناطرينكم.